هذه وقفه احتجاجيه ديال الاباء والامهات ديال الاطفال ديال مدرسه الزيتون المتواجده بحي الرياض في الرباط، فصدر واحد القرار غير مفهوم مده قصيره هذه كيتعلق بالهدم ديال المدرسه. هي المدرسه كانوا قالوا الاباء والامهات قالوا غادي تصلح، ما قالوش غادي تهدم، ولكن تم اخبار ديالنا من طرف الصحافه ان غادي يكون قرار ديال الهدم ديال المدرسه من اجل تحويلها ديال الفندق. هذه المدرسه هذه هي مدرسه نموذجيه كان انشاها المستشار الملكي مزيان بالفقيه الله يرحمه في واحد الاطار ديال واحد السياسي ديال التشجيع الثاني من اولي ابتداء 2008 2009. فتم هذا بناء المدرسه هذه كمدرسه نموذجيه على المستوى ديال المغرب، جربوا فيها مجموعه ديال المناهج بالعربيه وبالفرنسيه في الهدف ديال التعميم ديالها على المغرب كامل. واليوم كتحتضن اكثر من 150 طفل على واحد المساحه ديال 8000 متر مربع، واحد الفضاء جد متميز اللي كاين في هذه المدرسه هذه. الى ان صدر هذا القرار هذا اللي صدرته المؤسسه محمد السادس الاعمال الاجتماعيه ديال رجال التعليم ورجال ديال التعليم، ومؤسسه كتسيرها المؤسسه المغربيه للنهوض بالتعليم الاولي. فصدر هذا القرار هذا حنا ما كنفهموش، كاين سياسه ديال الدوله كلها كتقول لنا ان باغا الاصلاح ديال التعليم وباغا الاصلاح ديال التعليم العمومي ونزيدوا به القدام، وفي نفس الوقت كاينين الناس كيقول لك ان لا ما خاصناش مدرسه، خاصنا بلاصه فندق. فهادشي هذا ما مفهومش. حنا اللي كنطالبوا ان يتم وقف ديال هذا القرار هذا، تحول الفندق اللي باغيين يديروه يتحول لشي جهه اخرى، والمدرسه تكمل المسيره ديالها وتبقى مفتوحه في وجه الاباء والامهات الاطفال الاخرين ان شاء الله. جينا اليوم باش حنا كامهات واباء باش نوقفوا هنا باش نشوفوا هذه المدرسه اللي قالك عادي يريبوها ويديروا بلاصه لوطيل، وهادشي غير معقول ما يمكنش. تبارك الله كتشوف هذه المؤسسه قداش بالمديره ديالها بالاساتذه ديالها، فيها كل شيء زوين، الفضاء الداخل تبارك الله غزال، كل شيء زوين فيها. باش تشري هكا في يوم الايام دوزي من هنا وتجي مدرسه ولات اوطيل، شي حاجه صعيبه، شي حاجه صعيبه بزاف. يخليو لنا المدرسة ما يريبوهاناش، خليوها سواء نقراو فيها وليداتنا أو ما قراوش وليداتنا، هاد المؤسسة ما خصهاش تضيع هكا، هذا هو الهدف ديالنا. السلام عليكم، حنا آباء وأولياء التلاميذ مؤسسة الزيتون، جينا واحد النهار بو غيكيبيغي لي زونفون حدا ليكول، كنتفاجئوا بواحد لانوت تيقولوا لنا راه المؤسسة غادي يقوموا بالإصلاح ديالها، ومضطرين أننا نقراو وليداتنا لمدارس أخرى. الوغ كو لوبجيكتيف برينسيبال ماشي هو هذا، كان لوبجيكتيف سيتافيغي من بعد كراهم بغاو يهدموا المؤسسة باش يديروا بلاصة فندق زفير، ساشون كو حنايا كمنخرطين مؤسسة محمد السادس فغيمون اون دي مال زعما ابروفيتي من هاد لي زوتيل في جميع المدن، فيهم مشاكل كثيرة لا في لا ريزيرفاسيون فيهم احتكار. دونك وحنا رافضين رفض تام انه يتم هدم مؤسسة اللي هي نورمالمون هي المحور ديال المؤسسات اللي تابعين لمؤسسة محمد السادس، يعني هي أول مؤسسة تأسست من 2008، يجيو يهدموها بهذه الطريقة هذه بدون سابق إنذار بدون وفاجئونا صراحة، وحنايا أوني با بخي بو سا باش يهدموا مؤسسة باش يديروا بلاصة فندق، ألوغ كو كاين بزاف لي زيسباس اللي يقدروا يديروا فيهم فنادق. تلقينا الخبر ديال هدم المؤسسة وتعويضها بفندق هنا في الرباط بواحد الرفض، ما قبلناش هذا القرار هذا، قرار مفاجئ لجميع الآباء في الوقت اللي حنا تنطمحوا هنا في المغرب تطوير التعليم الاولي وتوسيع القاعده ديال التعليم الاولي، نفاجئ بان هذه المؤسسه هذه سيتم هدمها وتعويضها بفندق. الوزاره تدعو الى تعميم التعليم الاولي في المغرب، وهذا الشيء واضح من خلال خريطه الطريق 2022 2026. الهدم ديال المؤسسه التعليميه يعني واحد المساله اللي هي غير مقبوله. حنا بغينا التعليم الاولي خصوصا اللي هو القاعده ديال المنظومه التربويه، بغيناه يتطور ويكون ذو جوده عاليه، وبالتالي فان الهدم ديالها وتعويضها باي مؤسسه اخرى باي مرفق اخر فهو شيء غير مقبول.